أخاف يصير أي ديفكت لو فد شيء، زين فأبقى وياي. محاضراتنا إن شاء الله على رينال ميديسين، رينال ميديسين إن شاء الله راح تكون 4 محاضرات بالنسبة إلي، والدكتور عارف تكون إلى 4 محاضرات. المحاضرات الأربعة اللي أنا راح ألقيها لكم، اللي هي أول محاضرة على رينال ميديسين نفرولوجي مو يورولوجي، تشمل على ال function of the kidney, what is the anatomy of the kidney, what investigation advice to do any patient with nephrological disease. المحاضرة الثانية راح تكون acute renal failure، المحاضرة الثالثة chronic renal failure، والمحاضرة الرابعة راح تكون عن nephrotic syndrome. هذه طبعا محاضرات ضرورية، ليش؟ لأن دائما تشوف الكيسات اللي موجودة عندنا سواء بالطابق الرابع أو بالطابق الخامس، كلش هواي كيسات chronic renal failure, acute renal failure, nephrotic syndrome، يشوفوا راح يشوفون هواي كيسات. فتتوقع انه بالامتحان مالتك سواء كان العملي بالرابع او بالخامس او بالسادس، تتوقع من الكيس واحدة من الكيسات بالجروب اكيد راح توقع له واحدة كيس النفرولوجي، معظمهم اكون عندنا بالطابق، معظمهم رينال فيلر، معظمهم كرونيك رينال فيلر. الكيدني is very important organ like the heart, like the respiratory. Any failure in the vital organ, it will lead to death. بس الله سبحانه وتعالى خلق 2 kidney، ولذلك يعني ممكن انه الانسان يعيش بون كيدني، يس ممكن. هواية patient يسمون نفركتومي، زين، ويبقى عايش بون كيدني. اكو قسم يصير عنده congenital anomaly since childhood and a single kidney، فممكن. بس هذه شنو راح تكون كومبنساتوري ميكانيزم بالنسبه للون كيدني، راح تعوض عن شغل الاخرى اللي هي لوس، زين. بس تقول لي ممكن ان يصير عنده ريسك فور ديزيز ان ذا فيوتشر، يس ممكن ان يصير عنده ديزيز ان ذا فيوتشر such as hypertension proteinuria اللي عايشين بسنجل كيدني. أهم شيء بالنسبة لنا للفانكشن of the kidney، أول شيء regulated of the volume of the fluid in the body both extra and intracellular fluid, not only the volume but also the composition of the fluid. شلون؟ البيشنت اللي عنده fluid overload نشوف يصير compensatory mechanism بالبدي، خاصة إذا functioning kidney يشوف excretion more amount of urine more، يعني راح يصير عنده بوليوريا في سبيل انه يحافظ على maintenance hemostasis in the body. البيشنت اذا dehydration تشوف الكيدني فانكشن راح تسوي، راح تقلل excretion of the urine، راح يصير عندهم oliguria. هذه تعتبر compensatory mechanism في سبيل ان تحافظ على الفلويد داخل البدي. ايضا من ضمن الفلويد، هو مو بس الفلويد، ايضا الالكترولايت. شافوا البيشنت اللي يصير عندهم مثلا هايبركاليميا، الكيدني فانكشن هنا راح شنو الفانكشن مالتها؟ راح تزيد اكسكريشن مال البوتاسيوم، تطرحها اوتسايد اوف ذا بودي، هذه تعتبر كومبنساتوري ميكانيزم. اذا البيشنت عنده هايبوكاليميا، تشوف اليورين اوتبوت مالته اللي يحتوي على البوتاسيوم يكون قليل كلش، لأن راح يصير more reabsorption of the potassium. هذه compensatory mechanism بحيث تسوي regulation للفوليوم اللي هو الفلويد، والالكترولايت ضروري أم نسوي. هذا بالنورمال، من يصير البيشن مالتي abnormal any disease of the kidney سواء كان chronic renal failure أو acute renal failure، نشوف هاي الميكانيزم disturbance يصير، لذلك البيشنت يصير fluid overload أو البيشنت يصير hyperkalemia. ليش؟ لأن الكيدني ما تقدر excretion more potassium، فيبقى البوتاسيوم elevated in the body such as other thing، مثلا الفسفور يشوفه أيضا يزداد بالبدي. ليش؟ لأن impairment functioning of the kidney، ولذلك الكيدني ضرورية to regulation of the water and electrolyte. Other functioning of the kidney here production of erythropoietin هو responsible for erythropoietic process.
تشوف البيشنت اللي عندهم رينال امبيرمنت، اللي عندهم رينال ديزيز، يصيرون انيميا. ليش؟ ما راح يصير سكريشن مال الاريثروبويتين. الاريثروبويتين هو ريسبونسبل فور اريثروبويسيس ان ذا بون مارو. نشوفهم معظم الكيسات اللي هم كرونيك رينال فيلر كومبلينينج انيميا. ليش؟ ريدكشن اوف اريثروبويسيس. ايضا بالنسبه للاذر فانكشن اوف ذا كيدني هي الريجوليشن اوف ميتابوليزم of vitamin D. شلون يصير regulation of metabolism of vitamin D؟ الكيدني secreted enzyme نسميه هذا الانزيم 1-alpha hydroxylase. هذا اسمه ضروري لازم تعرفه، اسمه 1-alpha hydroxylase. هذا ال 1-alpha hydroxylase يحول لنا inactive vitamin D الى active vitamin D، يعني من hydroxy cholecalciferol اللي هو inactive الى 25 dihydroxycholecalciferol. هذا 25 dihydroxycholecalciferol هذا active vitamin D. هذا ال benefit مالته يسوي لنا absorption مال enhance absorption of the calcium. ولذلك ال patient اللي عندهم any renal disease يشوف يصير عندهم hypocalcemia. ليش؟ لأن ما يتحول inactive vitamin D إلى active vitamin D. النقطة الأخرى اللي هي production of the renin by juxtaglomerular apparatus occur when there is reduction in renal perfusion. لما يقل decrease blood supply يشوف الكيدني secreted renin. Renin will act on angiotensin to produce angiotensin 1 واللي هو cleaved by AC inhibitor زين حتى ما يتحول إلى angiotensin 2. وهذا الانجيوتنسين هو regulated blood pressure in the kidney will stimulate the secretion of the aldosterone. يعني more راح يصير reabsorption of the water. يعني إذا decrease the water إذا ال patient مالتي عنده صار hypotension راح يصير secretion مال رنين. الرنين يأثر على الانجيوتنسين 1، الانجيوتنسين 1 يتحول إلى انجيوتنسين 2، الانجيوتنسين 2 راح شي يسوي لنا؟ يسوي لنا سكريشن للالدوستيرون. الالدوستيرون شي يسوي؟ يسوي انهانس ابسوربشن اوف ذا ووتر. ولذلك احنا مثلا نعطي مرات دايوريتيك، نعطي انتي الدوستيرون اللي هو الالدكتور، راح يسوي لنا ذاك الوقت دايوريتيك، بس من ديكريس بلس سبلاي؟ لا. راح يصير secretion more aldosterone حتى في سبيل enhance absorption of the water. هذه بالنسبة للصورة هذه بالنسبة للأناتومي مال الكيدني. شوف عندنا bilateral كيدني موجودة، عندنا الأيورتا يعطينا renal artery to the kidney supply، والفين يروح إنمن للفينا كافا. زين الكيدني تتكون من كورتكس اللي هي الاوتسايد، تتكون من المدلة. المدلة تحتوي على الكاليسيس، والكاليسيس تجمع كلها تكون لنا البلفس، والبلفس وين ينتهي باليوريتر، واليوريتر وين ينتهي بالبلادر. اهم شيء بالنسبه ان احنا اهم شيء هو الكورتكس. الكورتكس ليش مهمه بالنسبه لي يعني بالنفرولوجي؟ الكورتكس لان يعني تحتوي لنا على الجلوموريولاي، والجلوموريولاي هي الجزء المهم اللي موجود بالكيدني. ليش؟ يعني عن طريق الجلوموريولاي يصير فلتريشن، واذا صار ديستركشن مال الجلوموريولاي المدلة نوت فانكشن، يعني نوت فانكشن ما راح يسوي فلتريشن. هو اول ما يجي للبلد وين يجي؟ للكورتكس عن طريق الرينال ارتري. يروح وين؟ يروح للجلوموريولاي، ولذلك يصير فلتريشن بالكورتكس، وبعدين ينزل اليورين وين؟ يروح للمدلة بالكاليسيس ويطلع بالداكت. هذا الكيدني طبعا بالنسبة لنا السايز مال الكيدني جدا مهم. المهم اللي يسأل شنو أهمية السايز مال الكيدني؟ شافوا انه البيشنت اللي يصير عندهم كرونيك رينال فيلر يصير شرينكج مال السايز مال الكيدني، ولذلك ابو سونر
يجي يكتب لك انه هذه السايز مال الكدني سبعة سيام، او مثلا يكتب لك 10 سيام زين، معناته انه هذه الكدني سمول سايز، هو النورمال سايز كدني من 11 تو 14 سيام، تعال لنا تقريبا 3 لمبر فيرتبرا، الوايدث مالتها 6 سيام. واهم شيء بالنسبه لنا الكورتيكال ثيكنس، هذه الكورتيكال ثيكنس جدا مهمه، ليش؟ لان هي اللي بيها البلوماريرا. الكورتيكال ثيكنس السايز مالتها من 1.5 الى 2 سيام زين. هذه الكورتيكال ثيكنس لما البيشنت يصير ديزيز كيدني such as chronic renal failure يصير thin of the cortex، بحيث انه ابو السونار يكتب لك انه هذه بور كورتيكو ميدلري ديفرنشيشن، يعني ابو السونار ما يقدر يميز بين الكورتكس والميدلا، يعني معناتها انه الكورتكس thin، وهذه فيتشر اوف suggestive اوف chronic renal failure. او انه ابو السونار يكتب لك انه يابا هذه الكورتكس مالت المرير مالتك 1 سنتيم اور 0.7 سنتيم يعني او 7 ملي مثلا يكتب لك، بس انت كطبيب المفروض تعرف انه اكو ديفكت موجود، معناته انه الكورتكس ثين، واذا الكورتكس ثين معناته انه هذا ديزيز بروسس كرونيك رينال بروسس. Kidney usually located retroperitoneal on either side of the aorta, usually right kidney, usually a few centimeter lower than the left kidney because of the presence of the liver. لو نجي للهيستوباثولوجي مال الكدني نشوف كل كدني تحتوي تقريبا 1 مليون نفرون. Each nephron composed of glomeruli with tubule and blood vessels. طبعا انت هذا الكيدني 1 مليون نفرون ليمتى يبدي abnormal function يعني تصعد اليوريا او الكرياتين؟ لما يصير destruction more than 50% of the nephron يلا تبدي اليوريا والكرياتين يلا تبدي تصعد. هذه بالنسبة للهيستوباثولوجي of glomeruli. أهم شيء لازم نعرف الأفرنت أرتريز والإفرنت أرتريز. هنا تبدي يجي الأفرنت أرتريز برانشز من الرينال أرتري يجي يدخل وين؟ يدخل للغلوماريولاي. بالغلوماريولاي different type of the epithelial اللي هي عندنا نسميها هذه كلها بومان كبسول، وهاي ماخذينها اكو glomerular basement membrane، وهذا glomerular basement membrane بي blood vessels، والblood vessels اللي موجوده بي lining by endothelial cell، والoutside of the blood vessels نسميها epithelial cell، والbetween blood vessels نسميها هذه mesangial cell. اكو food process يصير between epithelial and endothelial زين، هذه اللي عن طريقها راح يصير filtration، راح يصير الفلويد والالكترولايت اللي هي باست تكون بالنسبة تروح وين؟ تروح للبروكسيمال تيوبيول. هذه بالنسبة كهيستوباثولوجي اوف glomeruli. طبعا الكيدني rich supply rich blood supply تقريبا about 20% of cardiac output نشوفه supply to the blood vessels. Any decrease blood supply to the blood vessel to the kidney it will lead to impairment of the heart. نشوف معظم لو تيجي تحسب قد البلد راح يجي للكيدني خلال 24 ساعة تقريبا 180 لتر 180 لتر من تحسب، هو البيتي كله 6 لتر، بس انت تحسبه خلال 24 ساعة كم مرة هذا راح يمر بالكيدني، اذا تحسبه تعتبره 180 لتر تقريبا بير داي. شقد احنا اليورين اوتبوت؟ اليورين اوتبوت مالتنا من 1.5 الى 2 لتر بير داي زين. In response to the reduction of blood pressure and perfusion pressure lead to constriction of the efferent.
that patient multisar hypovolemia, she saw the kidney. So the kidney saw constriction of the afferent arteriole. زين تو ريستور فلتريشن بريشر حتى شنو تصعد البريشر داخل الجلوميرولا حتى شنو ذاك الوقت يقل الاكسكريشن مالت الوتر هذه اهم شيء بالنسبه انه ضروري كنا الجلوميريا تحتوي على 3 مين سيل تايب اللي هي اندوثيليال اللي هي ابيثيليال ميزنجيال سيل الاندوثيليال سيل لاين بلاد فيسلز The epithelial cells are found outside the blood vessels, while mesangial cells in the central part of the body. بالنسبة كأناتومي وكفسيولوجي وكهيستوباثولوجي شرحت لكم كمقدمة حول الكدني وهذه كلها تعرفوها انتم بالفسيولوجي. اهم شيء انه اني اي مريض اجاني اريد اسوي له انفستيجيشن حتى اشخصه انه هذا عنده رينال ديزيز لازم ابدي بسمبل انفستيجيشن والسمبل انفستيجيشن اللي هي نون انفيزيف ميثود لازم انه اني اي انفستيجيشن ابدي بها البيشنت اللي هي هذا واللي simple investigation يسوها بالمستشفى بالكلينيك بأي مكان آخر بأي لابراتوري زين اللي هو simple general urine examination the general urine examination is very important in patient with renal disease أول شيء بالنسبة للgeneral urine examination المفروض إنه أني أحسب الفوليوم مال اليورين هل إنه البيشنت مالتي presented with oliguria أو إن the patient مالتي presented with polyuria. The normal volume is between 500 and 2 liter. هذا the volume of the urine normally. Usually affected by many factors such as patient febrile. إذا patient مالتي febrile, إذا hot weather, شوف يصير reduction بالurine output. إذا the patient taking more of fluid شوف يصير عنده excessive يصير عنده polyuria اذا البيشن مالته عنده vomiting او البيشن مالته عنده diarrhea معناته اكو loss of fluid عن طريق الجي اي تي ايش يصير compensatory mechanism راح يصير decrease urine output يصير يصير oliguria معناته لا يصير البيشن عنده polyuria such as hyperosmolar such as in patient with diabetic ketoacidosis زين لان هايبر اوزمولار فصير كومبنساتوري ميكانيزم هايبر بالهايبرجلايسيميا او ان البيشن مالتي ماخذ دايوريتيك او ان البيشن مالتي عنده انترستيشيال ديزيز او ان تيوبولار دامج نشوف التيوبولار اذا البيشن مالتي عنده تيوبولار دامج ذاك الوقت البيشن مالتي يصير عنده بوليوريا ليش ابو التيوبولار تيوبولار نكروسيس يصير عنده بوليوريا لان هي معظم اليورين اوت اللي يصير بي excretion من الجلوميرولا راح يصير بي absorption من وين يصير بي absorption راح يصير بي absorption بال proximal convoluted tubule بال distal convoluted tubule زين ولذلك إنه إحنا بالنسبة إن نشيك ال specific gravity إذا high specific gravity معناته هذا concentrated urine output إذا low concentrated إذا المالتي specific gravity مالتي high فمعناتها هذا concentrated urine وإذا low specific gravity معناتها هذا patient مالتي عنده polyuria بالنسبة للفوليوم الفوليوم إذا below 300 milliliter per 24 hour هذا نعتبره oliguria زين وإذا أقل من 500 بير داي نعتبر هذا انيوري هاي الارقام ضروري جدا تنحفظ النقطه الثانيه الاخرى هي اللي هي الكلر مال اليورين الكلر مال اليورين جدا مهم بالنسبه لي هل ان النورمال كلر مال اليورين نورمال اي بيرسن الكلر مالته من وايتش الى يلوش زين تعتمد على الكونسنتريشن مالت اليورين بس ممكن انه هذا اليورين
يتغير يتغير الى تشينج اخر such as a patient with companion hematuria يشوف تكون ريد كلر مالت البيشن مرات الكلر مالت اليورين يشوفه ملكي خاصه بالانفكشن زين او انه البيشن بي اكسسيف كريستال موجود بالماتوريا انديكيت ريد كلر يورين ويوجوالي الهيماتوريا ايذر ديو تو جلوميرولان or due to stone, glomerular disease, or due to stone, or due to infarction, or due to tumor, ممكن كلها يسوي لك هذه هيماتوريا. بس أنا شلون أميز هذه الهيماتوريا؟ هل هي من الكدني جاية؟ لو جاية من البلدر أو اليوريثرا؟ أشوف الـ RBC، إذا الـ RBC مالتي fragmented، فمعناته إنه هذه جاية من الـ upper part، يعني معناته جاية من الكدني. زين؟ إذا الـ RBC مالتي not fragmented فمعناته جاية من الـ lower part of the genitourinary system such as from the bladder or urethra. زين أيضا أشوف الـ patient اللي عنده hematuria usually associated with oliguria associated with increased specific gravity while patient if tubule are damaged أشوف الفوليوم مال اليورين كلش عالي زين ولو سبيسيفيك جرافيتي اكو سيرتن دراج تسوي لنا تشينج اوف ذا يورين يعني هو اليورين مو هيماتوريا بس تشوف الكلر مالته تشينج صاير ريدش كلر اوف يورين ولذلك بالمايكروسكوبي انا المفروض انه انا افحص واشوف اكو ار بي سي لو ماكو ار بي سي او الهيستوري اللي اخذه من البيشن ضروري انه هل هو ماخذ ميديكيشن such as مثلا ريفامبيسين ريفامبيسين درج ياخذ البيشن تشوفه تشينج كلر يورين الى ريد كلر زين او انه البيشن ماكل دايت which change the color of the urine such as بيتروت اللي هو الشوندا شوف يقول لك دكتور يجيك دكتور كلر مال اليورين مالتي تشينج صار ريد كلر بس انت ضروري انه تاخذ الهيستوري اف ذير از اني دايت تيكينج ويل بي سم اورجانيزم ويل بي تشينج اوف ذا كلر اوف ذا يورين such as سودوموناس انفكشن سودوموناس انفكشن يصير يكون جرينش كلر اوف ذا يورين أو إنه بالإيكولا يصير ملكي color of the urine. هذه جدا مهم بالنسبة إنه أنت إذا شفت الكلر مال اليورين لازم تأخذ هيستوري كاملة if there is any drug ingestion or إن هذا عنده صدق RBC حتى وتميزها. النقطة الأخرى بالجنرال يورين يجي كاتبين لك بروتين. البروتين نورمالي إذا سوينا كولكشن مال يورين 24 أور وشفنا البروتين يوريا حسبناها اليورين نورمالي من 100 إلى 150 ميلي جرام بير 24 أور but maybe increase in fever, in exercise, in heart failure زين هذني ممكن إن يصير 200 ميلي جرام ممكن يصير 300 ميلي جرام بس not usually not more than 500 usually إذا more than 500 milligram أفكر بأذر possibility such as urinary tract infection tubular interstitial disease glomerular disease وهذا البروتين يوريا wide range شوف مريض من نسوي لهم collection of urine 24 hour يجيك كاتب لك مثلا قسم من المرضى 750 ميلي جرام بير 24 اور معناته هذا عالية او انه يكتب لك 1 جرامز يعني معناته 1000 او اذا البيشن واصل الى مرحلة نفروتيك سيندروم ممكن انه تلقى 3.5 جرام يعني 3500 ميلي جرام انه يشوفه واذا لقيت هذا الرقم اللي هي 3.5 جرام فهذا سجستيف اوف نفروتيك سيندروم فيشر مال نفروتيك سيندروم انه هو البروتين يوريا مور ذان 3.5 جرام ويوجوالي هاي ديو تو جلوميرولار ديزيز بينما بالبيشنت اللي عنده تيوبولار انترستيشال ديزيز صراحه البروتين يوريا ما يوصل للي اتش رينج
ولذلك معظم اللي tubular interstitial disease tubular damage ما سبب لك nephrotic syndrome، بينما glomerular disease سبب لك nephrotic syndrome. وهذه الأرقام جدا مهمة وضرورية، وبالسادس تنسألون عليها، وأخذكم سيشن إن شاء الله من السيرم بالسادس، وأشوفكم الكيسات اللي عندنا شلون عندهم بروتين يوريا، شلون مسوي لهم كولكشن أوف يونت 24 أور، وتنسألون بهاي الأرقام جدا ضروري تنحفظ. النقطة الرابعة اللي هي السبيسيفيك جرافيتي حكيتها طبعا، انكريز وين ذا يورين كونسنت concentration glomerular disease and decrease in tubular disease. قلنا بالي tubular disease تقل specific gravity لأن ما راح يصير reabsorption مال الفلترد of the fluid. ال pH of the urine, ال pH normally is acidic من 3 إلى 5. زين ضروري مرات يصير ال pH alkaline. من يصير ال pH alkaline معناته ممكن إنه يكون هذا البيشن عنده bacterial infection. أيضا بالجنرال يونين من يجيك يشوف يكتب لك أبو التحليل RBC. نورمال ال RBC من 0 إلى 1. أكثر من هذا العدد يعتبر abnormal hematuria. زين by high power field إذا لقيت ال RBC من 0 إلى 1 هذا normal، بس إذا كاتب لك ال أبو المختبر إنه هذا عنده 2 to 3 زين معناته هذا أكو عنده evidence من hematuria. ومرات شو يسوي أبو المختبر يكتب لك هذا يا أبو full field زين معناته كل RBC موجود. ال white BC اللي هي normally من 1 إلى 3 by high power. ال white BC يعني إذا لقيتها موجودة بالجنرال يورين أكثر من 3 خلايا موجودة، أكثر من 3 سيل موجودة by high power field بالمايكروسكوب، معناته إنه هذا البيشنت عنده infection. وإحنا هاي دائما نأكد عليها، إذا تريد تعرف infection المريض عنده بالجنريون عند UTI راح يشوف يكتب لك ال white BC، يكتب لك صراحة بصل، هو بدل ما يكتب white BC يكتب بصل، فمن تجيك بصل أكثر من 3 معناتها هذا indicated of infection. الكاست مرات الكاست هو شنو protein incorporated with RBC or white BC. الكاست significant الأهمية مالتها إذا كتب لك بالجنرال يورين أو إنت إذا سويت ولقيت RBC cast، هذه ال RBC cast هي hallmark of glomerular disease، يعني معناتها إنه أكو glomerular disease. بالتيوبيلر disease مش شوف granular cast، red granular cast. مين أنت ما شفت red granular cast بالجنرال يورين معناتها إنه هذا البيشن عنده glomerular disease. مرات تلقى بالجنرال يونين كريستال مال يوريك اسيد والكالسيوم اوكساليت، بالعاميه يسموها يقولوا له عندك رمل. زين other investigation due to the patient اللي هي الالترا ساوند. احنا بالنفرولوجي طبعا كل شويه نستخدم الالترا ساوند. الالترا ساوند البنفيت بي اللي قلت لكم اياه انه راح يشوفون السايز مال الكدني، زياده السايز مال الكدني، زياده الكورتيكال ثيكنس، يحكي لك ابو الالترا ساوند على الشيب مال الكدني الاوتسايد، نسميها الايكوجينيسيتي مالتها، هل هي انكريز يعني شكلها منتظم لو غير منتظم. فاذا انكريز ايكوجينيسيتي فمعناتها شنو؟ انه هذه abnormality موجودة بالكدني. زين الكورتيكال ثيكنس قلنا يحددها ان البيشنت. Any patient with a small size suggestive of chronic kidney disease. بينما بالبيشنت اللي هم acute kidney disease يشوفها normal size الكدني. الالتراساوند ايضا يفيد احنا بالنفرولوجي نشوف اذا اكو سيست موجود بالكدني، خاصه عندنا بالمرضى هوايه اوتوسومال دومينانت بوليسيستيك كدني، نشوف اذا اكو ستون
either acute obstructive uropathy, such as a tumor, or bilateral stenosis, or retroperitoneal fibrosis, lesion, or any compression on the kidney from the outside, or inhibition in the prostatic hypertrophy, راح يحكي لي ابو السونار معناته مسوي obstructive هذا. ايضا بالالتراساوند يفيدنا احنا بالنفرولوجي نسوي لهم دوبلر ستدي اوف ذا رينال ارتري، لان هواي اكو بايلاترال رينال ارتري ستينوسيس او رينال ارتري ستينوسيس، فاحنا نستفاد من عندهم ان ذيز دوبلر اوف ذا رينال ارتري، خاصه هذول البيشنت اللي عندهم ريزيستنت هايبرتنشن، بشوف تطلع واحده من السايز مال كيدني، واحده سمول وواحده نورمال، فهذا سجستيف معناته انه رينال ارتري ستينوسيس، بس ذاك الوقت يحتاج انجيوغرافي اندس اور انجيوغرافي. البايلوغرافي صراحه احنا بالنفرولوجي قليل نستخدم البايلوغرافي، ليش؟ لان البايلوغرافي تحتاج كونتراست ماتيريال، وهذه الكونتراست ماتيريال هي نفروتوكسيك to the kidney. ولذلك انه contra indication to do intravenous pyelography in patient with elevated in the blood urea creatinine. هذه it is a fatal mistake. راح يصير more deterioration for kidney. بس اذا اليوريا والكرياتينين normal ممكن انه انت تسوي intravenous pyelography لان الكونتراست بالنورمال ما راح يأثر. بس إذا elevated blood urea creatinine absolutely contraindication to do. طبعاً intravenous pyelography هو يستخدمها الأطباء الجراحين يشوفون إذا أكو obstruction، إذا أكو stone، إذا أكو tumor زين، إذا أكو compression على الكيدني، إذا أكو cyst، كل هاي هو يستخدمها الأطباء الجراحين. Renal arteriography مثل ما حكيت لكم انه البيشنت اذا عندنا suspicion of renal artery stenosis اقدر اسوي له renal arteriography بس بشرط انه اليوريا والكرياتينين مالته نورمال. السي تي سكان ايضا يحتاج contrast material مرات، يعني بعض الكيسات طبعا السي تي مور اكيوريت ذان الالتراساوند. الالتراساوند يعتمد على الشخص اللي يشتغل، بينما السي تي يعطيك افلام فانت تقدر تشوف الفيلم. السي تي يفيدنا اذا اكو تيومر، اذا اكو مالتيبل سيستيك، اذا اكو ريتروبريتونيال فايبروسيس، اذا اكو بلادر تيومر، اذا اكو ستون مسوي اوبستراكشن باليوريتر، زين هذه كلها البنفيت مالت السي تي. MRI يكون more accurate than CT can diagnosis of renal artery stenosis. زين واحنا بال يسوون انجيوغرافي، احنا بالنفرولوجي قليل نستخدم الMRI والCT لان يحتاجين contrast material، بينما بالجراحية نشوفهم كل شوية يستخدمون. Macturation system retrography هذا يفيد بالفيزايكو يوريتريك ريفلكس، وهذه بالجراحة تأخذوها قبل شوية. أهم نقطة إن بالنسبة إن اللي هي رينال بايوبسي، واحدة من الانفستيجيشن المهمة الرينال بايوبسي usually done by taking pieces from the kidney by needle under guidance of the ultrasound and by xylokine injection locally is seen who taking the pieces to the electron microscopical. لا أول مرة نشوفها باللايت مايكروسكوب وبعدين نحاول أن نندسها إلى electron microscopical، ومحتاج ممكن أنه يحتاج immunohistological assessment of the specimen. طبعا renal biopsy common uses بالنفرولوجي، وأكو indication وأكو contraindication وأكو هذا. فمن ضمن الindication هذا ضروري، هاي ضروري جدا مهمة بالمحاضرة اللي هي الرينال بايوبسي أهم من كل شيء اللي موجود. أهم شيء إنه دائما تجي what is the indication of renal biopsy، فهذني لازم تعرفهن تحفظهن تدركهن كل درة الindication مال الرينال. أول indication إذا unexplained acute renal failure، يعني
مريض جاني اللي فيت بلد يوريا وكرياتينين مالته عاليه خلال 5 ايام 10 ايام سويت له سونار وطلع نورمال سايز كدني، فهذا وما عندي اكسبلينيشن اللي صار عنده انه هذا يعني ما عنده فوميتنج، ما عنده دياريا، ما عنده بري رينال كوز او بوست رينال كوز، عنده رينال كوز. هسه راح اشرح الاكيوت رينال فيلر بالمحاضره الجايه. فاذا ان اكسبلينيد اكيوت رينال فيلر انديكيشن فور رينال بايوبسي. النقطة الثانية الانديكيشن مال رينال بايوبسي اللي هي كرونيك رينال فيلر وذ نورمال سايز كدني، الا اذا البيشنت مالتي انا اعرفه كرونيك رينال فيلر نورمال سايز كدني ذاك الوقت لازم انا اسوي له رينال بايوبسي. اذا سمول سايز نو بنفيت. ليش نو بنفيت؟ ليش؟ لان الكدني صاير بيها شرينكج، صاير بيها جلوميريال سكلوروسيس، فاني حتى اذا اسوي رينال بايوبسي ما راح استفاد من الهيستوباثولوجي، راح يطلع لي مجرد فايبروسيس. بينما اذا نورمال سايز كدني وبعدين هذا مثلا بالمالتيبل مايلوما نورمال سايز، مثلا بالامايلودوسيس نورمال سايز كدني زين، فمذني ضروري انه يسوي رينال بايوبسي. النقطه الاخرى اللي هي النفروتيك سيندروم اور جلوميرولار بروتينيوريا ان ادلت. اني ادلت وذ نفروتيك سيندروم يعني عنده بروتينيوريا مور ذان 3.5 جرام، هذا انديكيشن فور رينال بايوبسي. النقطة الأخرى النفروتيك سيندروم in children that has atypical feature، يعني احنا نعرف النفروتيك سيندروم بالchildren معظمهم يكون هما minimal changes. إذا اجاني البرزنتيشن abnormal أو إنه البيشنت ما دا يصير response، لأن احنا نعرف minimal changes 90% من الأطفال causes of nephrotic syndrome اللي هو minimal changes. إذا هذا الchild ما دا يصير response للستيرويد، ما دا يصير remission إلى للنفروتيك سيندروم، فذاك الوقت indication for renal virus. أيضا إذا كان البيشنت isolated hematuria with renal characteristic or associated with abnormality، يعني شوف أكو يجوك patient with a frequent attack مال hematuria، شو تسوي له general urine؟ شوف ال RBC not frag، شوف ال RBC fragmented يعني معناه من الكدني، فهذول لازم انه يسوي لهم، بالاضافه انه الالترا ساوند مبين لك لا اكو ستون، لا اكو تيومر، لا اكو ماس، لا اكو سيست موجوده، وشايفه لك ابو السونار انتكت، بس هذا البيشن مالتك عنده هيماتوريا، والهيماتوريا مالته الاوريجن مالته من الكدني مو من البلدر ولا من اليوريترا، يعني عنده فراجمنتد ار بي سي، ذاك الوقت انا مجبور اسوي رينال بايوبسي. وخاصة هذول البيشنت اللي عندهم اي جي اي نفروباثي يجي فريكوينت اتاك مال هيماتوريا، يعني بين شهر وشهر يجي هيماتوريا، تسوي له الترا ساوند ماركو شيء بالالترا ساوند، فذاك الوقت ضروري انه انت تعرف الهيستوباثولوجي حتى تعرف الاندرلاين كوز اوف هيماتوريا. اكو سيستميك ديزيز انت ضروري تسوي رينال بايوبسي، such as هذول البيشن اللي هم systemic lupus erythematosus. البيشن اللي systemic lupus erythematosus ضروري انه حتى انت تشخص lupus nephritis ضروري انه البيشن يسوي له رينال بايوبسي. اكو ديزيز familial رينال ديزيز such as Alport syndrome. بس يعني يقول لك دكتور أنا وأخوي اثنيناتنا عندنا أو أمي أو أختي ماتت بسبب الكيدني ديزيز، وجيت لقيتها نورمال سايز كيدني مو شرينكج، فمعناتها ذاك الوقت إنديكيشن فور رينال بايوبسي. أيضا إنديكيشن أخرى قبل رينال بايوبسي اللي هي رينال ترانسبلانت ديسفونكشن وذ ريجكشن، يعني البيشنت زارعين لك له ولا فترة من الزمان الشوف صار بدأ تصعد عنده اليوريا والكرياتينين، يعني معناته صار ريجكشن عنده، فذاك الوقت أنا لازم أعرف شنو الأندرلاين كوز أوف ريجكشن، لذلك أسوي له رينال بايوبسي. شنو الأشياء الكونترا إنديكيشن تو رينال بايوبسي؟ لازم أنا أشيك هذه الأشياء قبل ما أقرر إنه البيشن أسوي له رينال بايوبسي. أهم شيء إنه أنا أشيك الكمبيوتر بلد بيكتشر، أشوف الكوغليشن، أشوف البلاتليت كاونت مالته، إذا أبنو إذا ثرومبوسايتوبينيا ذاك الوقت كونترا إنديكيشن.
اشيك البي تي بي تي تي اي ان ار ضروري. اذا شفت الاي ان ار اليفيتد كونترا انديكيشن تو دو رينال بايوبسي، لان هذول البيشنت راح يصير عندهم هيمرج زين من البايوبسي مالتي. ايضا اشيك البيشنت مالتي اذا لقيته ان كنترول هايبرتنشن، يعني البلد بريشر مالتي ابوف 160 زين، فانا المفروض اسوي له ريدكشن للبلد بريشر، يلا اسوي رينال بايوبسي. النقطة الأخرى اللي هي إذا لقيت بالألتراساوند سوليتري كيدني، يعني عنده سينجل كيدني، فهذا أيضا كونترا انديكيشن تو دو رينال بايوبسي. ليش؟ لأن احتمال أني بالرينال بايوبسي من أدخل أسوي دمج للكيدني، وبما أنه هو عنده وحدة كيدني فمعناته البيشنت ويل داي. زين، أيضا انكوبراتيف بيشنت، إذا البيشنت مالتي شفته انكوبراتيف يعني irritable، ممكن انه خلال انت ادخالك للنيدل فور بايوبسي ممكن انه يتحرك هذا البيشنت ويسبب لك دمج اذر بارت اوف ذا كيدني. واذا البيشنت عنده ديسيمينيتد مالجنسي، يعني عنده مثلا برونكوجينيك كارسينوما وميتاستاسيس تو ذا بون، او عنده سي اي بلادر وميتاستاسيس تو ذا اذر بارت تو ذا ليفر او تو ذا any metastasis contraindication to do biopsy. النقطة الأخرى إذا small size kidney واللي قلت لكم بها إذا less than 60% of predicted size contraindication to do renal biopsy. Multiple cysts، ليش؟ لأن ممكن إنه أنت تدخل بالنيدل تأخذ بيسز وإذا اجت بالسيست فهذه contraindication أيضا. إذا البيشن عنده acute pyelonephritis يعني صاير infection بالبلفس موجود عنده فهذا أيضا كونترا. إذا أكو perinephric abscess زين أيضا كونترا indication، لأن هذه كلها راح تسوي metastasis للinfection. وإذا البيشن obese، إذا البيشن obese أول شيء difficulty to reach to the kidney، وبعدين الألتراساوند هم ما يقدر يحدد لك إياها بصورة مضبوطة. أجعل الكومبليكيشن مال رينال بايوبسي، most complication اللي هي pain، يعني pain at the site of the biopsy in spite، يعني بالرغم ان احنا مطينهم local anesthesia بس ما قسم من البيشنت يصير عنده pain، بس usually هذا يكون pain mild not persist more than 24 hour. ممكن ان يصير عنده bleeding into the urine، يصير عنده hematuria، yes شفنا كيسات يصير عندهم hematuria، أو هذه الهيماتوريا usually transient و small amount وتنتهي خلال 24 ساعة. بس ممكن يصير عنده frank hematuria، yes ممكن يصير عنده frank hematuria إذا النيد اللي جمعت لك بأحد blood vessels اللي موجودة بالكدني، ممكن إن يصير عنده clot حتى يسوي له urethric obstruction. ممكن يصير إن bleeding around the kidney، يعني مو hematuria يعني بالبرفرال مال الكيدني زين، وكولكشن مال البلد يصير، او يصير ارتريو فينوس فيستولا، او يصير سب كورتيكال هيماتوما، وهذه طبعا كلهن رير للامانه، بس الكمن اللي هي البين والهيماتوريا. واذا انت سويت الرينال بايوبسي وسمول كيدني احتمال راح تضرب الرينال ارتري، وإذا ضربت رينال آرتري ذاك الوقت راح يستمر البليدينج، ذاك الوقت إنه البيشن يمكن يحتاج نفركتومي. Okay, thank you for your attention. If there is any questions. دكتور زين. If there is any questions. دكتور بالسؤال أثناء الشرح دكتور. قلت انه برينال جرانولر كاست يدل على مرض، بس ما استوعبته كلش. هو بابا ريد ريد جرانولر كاست انديكيتد اوف جلوميرولر ديزيز، يعني من نشوف ريد جرانولر كاست معناته انه هذا جلوميرولر ديزيز. هو لو اجي تعريف شنو الكاست، الكاست هو ميوكو بروتين انكوربوريتد ويذ ايذر ار بي سي اور وايت بي سي. إذا لقيت ميوكوبروتين وصاير incorporated ويا RBC فمعناته إنه هذا الأوريجين مالته من الجلوميرولاي rather than the tubule rather than
the bladder rather than the ureter. هذا specific. بالمنتج قبل جنريون ريدي جرانيولار كاست رئيسا تقول عليه هذا جلوميرولار ديزيز. من عنده سؤال بابا؟ دكتور دكتور قلنا بالبداية إن نفهم إيش قد نخسر من أدها يلا تبدي الكرياتين واليورين تصعد. بابا إن إحنا لما نصير لوس من النفرون 50% من يصير loss of 50% of the nephron. إحنا مو قلنا 1 مليون تقريبا موجودة نفرون each kidney. فلما يصير loss of هذا يلا ذاك الوقت تبدي تصعد اليوريا والكرياتين. طبعا من ضمن الانفستيجيشن اللي هذا اليوريا ضروري يسويها، كرياتينين ايضا تسوي التحليل، تسوي الالكترولايت ضروري، تسوي فاسكوليتك سكرينينج ضروري، بالنسبه اذر انفستيجيشن ضروري. ضروري انه نسوي هنا ذني ضروري. investigation من ضمن ال تسوي انتي نيوكليار انتي بودي دبس تران دي ان اي، تسوي خاصة للبيشنت اللي عندهم فاسكولايتس وسسبكتد لوبس نفرايتس، هذول ضروري انه تسوي لهم. الالكترولايت جدا ضروري، تسوي سيرم البومين ضروري، تسوي كومبليت بلد بيكتشر ضروري بالنسبة للانفستيجيشن للبيشنت اللي عنده كرونيك كيدني ديزيز. اوكي من عنده بابا سؤال؟ العفو دكتور، ذكرنا بالكونترا انديكيشن قبل شويه الاوبيسيتي شلون يعني بالضبط؟ اذا البيشنت مالتي اوبيز اول شيء نيد ما راح يوصل لل نيد تعرف حجمه محدد ما راح يوصل للكدني، والشيء الثاني الالترا ساوند جايدنس ما تصير الصوره واضحه بالالترا ساوند، يعني ما الالترا ساوند اذا شخص اوبيس difficult to localize of the kidney، واني لازم وين النيد المالتي لازم يجي بالكورتكس مو هبهزار، مو انه انا اجي عمياوي واجي اخذ بايوبسي. اوكي عفوا دكتور، بالتحليل شو تميز على مود ميز اذا كان تميز بابا شلون؟ ماذا اسمعك؟ الار بي سي فراغمنتد لولا. بابا انت الار بي سي فراغمنتد لولا بالمايكروسكوب تشوف الار بي سي مجزئه، بينما الار بي سي اللي هي نوت فراغمنتد اللي هي جايه من اللور بارت اوف ذا جينيتال يورينري سيستم تشوفها انتاكت. يعني الـ RBC شوفها ديستراكتيد مجزأ عدة أجزاء، فمعناته هذا من الـ upper part of the genitalia. يعني دكتور هم جماعة التحليل يكتبونها هم أكيد جماعة التحليل، بس أنت إذا تريد تأكد عليهم هو المفروض صراحة هو الطبيب اللي يسوي الجنرال يورين للأمانة، ده أقول لك إياها. وهو احنا عندنا مختبر موجود بالطابق، فاذا واحد اجاني هيماتوريا واذا ابو التحليل ما مسوي وما كاتب لك، المفروض انت تاخذه اليورين مالت البيشنت ويشوفه بالميكروسكوب موجود ويشوف الار بي سي هل هي انتاكت ولا نوت انتاكت. اوكي اوكي من عنده سؤال بابا؟ أكو سؤال؟ العفو دكتور، مرات الألترا ساوند تجينا تكون الكيدني أسيمتري بيهن، يعني مرات اثنينهن within normal بس واحدة أصغر من الأخ، واحدة مرات تكون لا واحدة أقل من النورمال واحدة بالنورمال، فهاي يعني ما تأثر على الفانكشن؟ هذه أنا أشرح، أنا أشرح لك هذه ممكن أسحكيت من ضمن الحكي، ممكن إنه أكو رينال آرتري ستينوسيس سينجل كيدني وصاير بها رينال آرتري ستينوسيس يجيك اسيمتريكال، او انه اكو فازايكا يوريتريك ريفلكس زين وحده من عتين الكدني اكو بها فازايكا يوريتريك ريفلكس،
فكرونيك انفكشن راح يسبب لك سمول سايز كيدني زين، او انه هذه الكيدني صار بها بايلونفرايتس يونيلاترال زين، فش يصير سمول سايز كيدني مقارنه بالبيش الاذر كيدني اللي ما بها بايلونفرايتس. اوكي دكتور، هم ممكن تكون كونجنيتال؟ كونجنيتال يوجوالي تكون سمول سايز، اللي شايفهم اني بال يعني من خلال المرضى اللي يجون كونجنيتال انوميلي يصير سمول سايز كيدني، وممكن انه الكيدني المكان مالته مو التروبريتونيال، ممكن انه واصله بالبلفيك، مرات يجي كير ريبورت يقول لك الكيدني رايت مثلا اوكي مكانه، بس الليفت كيدني موجوده بالبلفيس وسمول سايز، لما تشوف سمول سايز وبالبلفيس يعني معظمهم هذول يوزلس هاي الكيدني. زين دكتور، هاي يحتاج نسوي اذر انفستيجيشن؟ لا، اذا اليوريا والكرياتينين ما انا قلت لك سنجل كيدني ممكن انه تعوض بالبدايه المحاضره، فاذا واحد عنده كيدني وحده واليوريا والكرياتينين مالته نورمال فانت دي تضعيفه الكيدني، شو تسوي لها؟ زين، وان سنجل كيدني ممكن انه الانسان يعيش بون سنجل كيدني، حكيتها بدايه المحاضره. واضح دكتور، تمام، شكرا. من عنده سؤال؟